سي سعيد، احنا عندنا مباشر. مرحبا عليك، مرحبا بك معنا في مشلا. مرحبا، الله يبارك فيك. هذيك الله يحفظك، الله يودي بلادي وداري. الله يحفظك سي سعيد. اول حاجه بغيناك تهضرنا شويه، فكره شويه على العرض وكي جات الفكره. وسمعنا بلي انه المداخل تاع الحفل غادي طبعا طبعا هو المداخل ديال هذه الجوله الفنيه غادي تكون لصالح مجموعه ديال دوك واحد الجمعيه اللي هي جمعيه رياض الامل، واللي هي كتهتم بالاطفال ديال الشارع. هذا الفليو اللي ولا عندنا في المدن المغربيه كثيره، كتلقى الوليدات كيدوروا بالعبايات بالعابن ديالهم بالمنطات ديالهم في الزنقه وفي الشارع، وكيتعرضوا لعده الاختصاب، كيمشيو للمخدرات، ومني كيولي الدري تيخرج من دارهم يعني كيلقى الشارع كيرتاح كيبقى يلعب، وهذا في الاول كتجي متعه، لكن من بعد كيتعرض لاشياء اخرى وتيولي خطر على المجتمع. يعني بحال دابا هاد الشباب الزويون انت كيتصور معنا، صافي بليزير انك كتشوف الوليدات تبارك الله. يعني كنبغي وليداتنا كلهم يكونوا هكذا، لان وليداتنا ما نبغوش نشوفهم في الشارع. فمني كيولي كيتخدر ولا كيولي كيقلب على 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 الفلوس باي طريقه، يعني كيقدر يولي خطر على المجتمع. فهاد الجمعيه كتقوم بالمساعده ديال الظلام ان عندها معاناه. فانا قررت ان الجوله الفنيه ديالي كيف ما الاعمال ديالي كلها تنحاول دائما تكون عندها علاقه بالسوسيال بالاجتماع، وهذا دور الفنان، ماشي غير نهضروا ونكريتيكي ونقول هذه كاينه، ولكن لا نخدم او ميم طون نخدم، يعني نعطي نحاول المداخل ديالي نقسمها مع الناس، نعاود يعني ماشي غير بالكلام ولكن حتى بالفعل. ولاحظتوا ان من خلال ليله نجوم الشاشه يعني الحمد لله فرقنا عدة، عطينا مثلا بعض الفنانين اللي كيعيشوا ظروف صعبه عطيناهم دي زابارتمون. كاين في اعمال اخرى كنحاولوا اننا نديروا، الان مشينا غادي يكون ان شاء الله غادي يكون عمل كاع على مستوى افريقيا، غادي نحاولوا ان نعاونوا بعض الافارقه اللي عايشين اللي بعض الدول، يعني كنمشيو على خطى صاحب الجلاله كنشوفوا كيفاش هو خدام، فاحنا نحاولوا نتبعوه ونمشيو معاه. هذه هي الفكره. فالعمل هو الفكره جات يعني من خلال بعد كوفيد، شفت ان السلوك ديالنا تغيرات، ظروفنا تغيرات، فحاولت نعطيها واحد الطابع كوميدي ونخلق جو لا فنية بهذا العرض اللي هو واش حنا هما حنا، واش حنا المغاربة باقيين هما حنا ولا تغيرنا. فوالا سي سعيد، بالنسبة ل حنا كنعرفوا حنا أي عمل فني ولا أي عمل عرض كتلقى واحد المشاكل، وعرفت شنو هما سي سعيد المشاكل المفاجآت اللي تفاجئ بهم هنايا في مدينة وجدة. انا اللي تفاجات فيه مدينة وجدة هو عدم اهتمام السلطات بالمجيء ديال، بحال مثلا الا خدينا مدينه طنجه مثلا، الان عيطت لي السيده انا غادي نمشي للمدينه، ان الرئيس ديال المدينه تماك هو اللي ادى الواجب ديال المسرح، قال لهم انا غيجي عندنا سي سعيد الناصري غيدير المسرح، خصنا نشجعوه خلص هو من جيبه، يعني باش تعرف ان من جيبه من ماله الخاص. بحال ملي مشينا للورزازات مثلا، العامل كان هو اللي استقبلنا وقام بواحد المساعدات كبيره وحاول يعاون الناس، لان حتى الناس ظروفهم باش يخلصوا 200 درهم او 300 درهم التذكره شويه صعيبه عليهم. فهاد العامل عيط للمندوب ديال الثقافه ونسق هو وياه وحاولوا تبعونا، يعني مني جينا هما معانا وهضروا لنا على المشاكل ديال مستقبلنا في الدخله وعرضوا علينا الغداء، يعني كان واحد الاستقبال، يعني السي امزي الله يذكره بخير والسيد العامل ديال الورزازات. بينما للاسف الشديد في وجده تفاجئنا ان ما سوقهمش، يعني للاسف، رغم ان مثلا السيد الوالي مثلا ديال مدينه الدار ديال مدينه وجده اتصلوا به الجمعيه وطلبوا منه انه يعاون شويه وهذا، وهو فنان يعني انا تنعرفه عنده علاقه مع الفن وهذا، فما كاينش سميتو حتى شي واحد. لا الحاجه الوحيده ان واحد من المسؤولين ما نقول شكون هو معيط باش ياخذ لانفيتاسيون، يعني واش انت حنا كتشوف بان كنعطيو هاد الفلوس كنعطيهم لواحد الجمعيه وانت باغي تجي فابور، علاش؟ لانك مسؤول، ماشي ما خصوش يكون، خاص الفن يشجع. كذلك لاحظت ان مني في الاول انا ما جاتني غريبه، ولكن مني شفت ان اولاد البلاد كيعانيوا من هذه المساله، يعني شباب اللي في جمعيات سبع سنين هذه وهم كيطلبوا مثلا انهم يتعاونوا، حتى واحد ما بغى يعاونهم، شباب يعني كاين، يعني الان استاذ كيقري المسرح الان كان بيني وبينه حوار، قال لي راه عييت، قال لي كنضرب هذا الباب كنضرب هذا الباب. مدينه اللي بحال وجده اللي هي مدينه
جميلة جدا، مدينة تبارك الله اللي هي عاصمة المغرب الشرقي يعني، واللي خلقات فنانة ومفكرين وهذا، كتعاني من هذه المسائل. هذا شوف الشباب اللي جا المسرح كيدير، يعني شباب اللي باقيين صغار، شوف هادو رانا كنفرحهم اللي كنربيو بحال هادو جمعيات تبارك الله اللي جاوا تبارك الله. يعني كتفرح ملي كتشوف شباب كيجيو كيتفرجوا في سعيد الناصري اللي فوق، اللي تقريبا حنا كبرنا وصلنا لواحد لاج اللي كتقول غادي يجوني غير الناس، فكيجيوك وليدات وشباب وشابات وناس يعني كاين جمهور، كاين اقبال، كاين الناس في وجده اللي باغين يشوفوا مدينه وجده تزدهر اكثر واكثر. كذلك ان سيدنا الله ينصره قام باعمال جليله جدا، بنى مسرح، دار الطرق، عبد الطرق، ولات يعني لوطوغوت، يعني كاين اشياء جميله. فخص الناس تخدم، يعني انت مسؤول، اذا ما بغيتيش تخدم سير جلس في دارك، ما دير والو، ما بغيتيش تشجع الشباب سير جلس في دارك. خصوصا اننا احنا الان كنشجعوا الشباب، لولا الدعم ديال وزاره الثقافه مثلا ما كناش غادي نقدروا حنا كاع نوصلوا لوجده، لان كذلك المشكل ديال الحقوق، يعني كاين بزاف د الحوايج اللي تنعانيو منها واللي اللي هي سبب في المشاكل ديالنا حنا ك سيد هريد. اثناء العرض انا تبعت، انا بعدا ملي فان ديالك الله مرحبا تبارك الله، كنقولوا حنايا لفت الانتباه ديالي بواحد الطريقه كوميديه اشرت الى المشكل ديال سعد المجاهد. بغيناك تعطينا الراي ديالك. هو سعد، شوف سعد انا بحال ولدي، لانه كبر معايا، كبر عندي، لانه امه صديقه ديالي وزميله في الشغل، وكذلك البشير صاحبي وخويا، فهما اللي بقوا فيا اكثر، لانه وانا اللي عارف مدى الحب ديالهم لهذاك الوليد مني كان صغير، هو اللي عندهم يعني كيبغيوه، هو ولدنا جميع حنا كمغاربه، وداك الشيء كان الحكم قاسي جدا، واخا كاع يكون كاع دار هذا ما غاديش يكون داك بهذيك الطريقه، وما يكونش بديك الخشونه، رغم انه وكنعرف انا لحد الان لا اصدق، لان سعد طيب قريب لي وكبر قدامي. انا سعد كيقول لي عمي، باش نقول لك انا سعد يعني كيقول لي عمي، يعني من كان صغير وهو يعني ومحبوب وكان طيب وحشومي، وماشي شي واحد اللي خايب او سلقوط او بالعكس. فيعني المساله غريبه جدا، واش ملفقه واش، الله اعلم، ولكن كي الخطا تيوقع، ولكن ماشي حتى لهذ الدرجه انه يتحرق القلب ديال المغاربه كلهم على هذا الوليد. هذا هو ولدنا وما غاديش نبغي، كان الحكم قاسي جدا. نتمنى ان شاء الله في لابيل يكون يراجعوا نفوسهم الفرنسيين ويحاولوا ما يخلطوش ما بين السياسه وما بين الانسانيه، كيكون راه تيكون القانون ولكن كيكون واحد التاويل كنقولوه. يعني الاسبوع القضيه في نفس اليوم اللي تحكم فيه سعد المجرد، شفنا واحد الفتاه شابه فرنسيه مشات ما دارتش غير بلغات، ما دارتش شكايه بالنجم المغربي ديال اشرف حكيمي. حكيمي واش نقدروا زعما نقول، ودابا حنا دابا كنا فوالا هادشي اخترت لك هادشي اللي قلت في العرض ديالي، ان قلته بطريقه كوميدي، قلت لك الا دخلتي دابا عند فرنسيه باش تدق لك البرا تكتب لك التنازل ولا يدخل معك شي واحد، يعني لان تقدر تهمك باي باش ما يعني وليت وهي كيمشيو برضاهم، وفي الاخر تيقول لك حكا راه انا دابا غادي لفرنسا، راه غادي وغادي ندخل معايا الكاميرات وداك الشيء ولا جوج صحفيين عاد نجلس مع شي واخا تقول لك اسني ليا، يعني ولات المساله صاحبي دابا تصور معايا جي شوف الغزال شوف الوليدات صافا تبارك الله الله يصلح. الوغ هادشي صافي بليزير. الوغ هاد المسائل كلها يعني ما تخيف يعني بصراحه، اصبروا لينا تنخافوا، يعني ملي كتشوف مثلا بحال الحكيم، حنا شفنا دابا الكويريه ديالنا، يعني الاخلاق ديالهم شحال عاليه، كلهم الصلاه والدين وهذا وسميتو، فانه دابا لو ولا جلس مع وحده صديقه ديالو او زميله ديالو تقدر تقول فيه اللي بغاتو. تنظن ان بزاف هذا الشيء، وخصوصا النجوم ديالنا لانهم ولاو نجوم، فالنجوم دائما مستهدفين، يعني دائما النجم اللي كيبغي يطلع فوق دار شي واحد كي اذا تقدر تكون انه مثلا هاد السيده جات عنده او لا جلست معها او لا او لا كاع دخلت عنده او لا خرج معها، ولكن ماشي لدرجه ان اللي خرجت مع مغربي او لا مع عربي، هادو راه حيت نجوم معروفين، اما راه كاين مغاربه اللي مشاو في حوايج ما عرفهم حتى واحد. فداك الشيء علاش قلت حنا مستهدفين، حنا عندنا اعداء من كل قنت، فلهذا خصنا نحبوا بعضياتنا ونحبوا بلادنا ونحتفظوا على الهويه المغربيه، ولأننا محسودين عليها، كنعرفوا هذه المساله. الله يبارك فيكم. غادي ندوزو غير واحد القضيه بالنسبه للمشاكل ديال الصحه الفنيه، لا في الانتاجات لا في نقدروا نسميه ديال الاقصاء ديال السي سعيد الناصري، لان واحد لابيريود
كنا نشوفوا السي سعيد اللي كان انتاجات افلام كمشاركات التلفزيون، ولكن جات واحد الفتره كنحسوا بلي السي سعيد الجمهور المغربي كامل بلي انا السي سعيد محاصر، كاين شي يد خفيه اللي كتحارب. لا هو ما كاينش يد خفيه، كاين واحد اللي هو معروف اللي هو الرئيس المدير العام ديال القطب الاعلامي، هو الوحيد اللي واخد موقف، وبطبيعة الحال وخر انه ما كيقول اش، لان الانسان ملي كتعيط له في التليفون كتقول لي نجلس معاك نعرف شنو كاين، اذا فهو حر، ما عنديش، الحمد لله ما كاينش تلفزيون بوحدو، كاينين مواقع التواصل. حنا الان دابا كنهضروا مع المغرب كله اون ديريكت عن طريق شوف تي في، حنا كنهضروا مع المغرب كله بالديريكت، ما بقاش مشكل، ما نتسناوش تيجي التليفون. لكن هما تيحربوا المغاربه من اعمال اللي هي ديال الفنانين اللي باغيين يخدموا، اللي عندهم واحد لا 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 يعني باغيين، بغينا نغيروا بزاف الحوايج، بغينا خصوصا انك باقي قادر تعطيه، بان الاعمال ديالك مقبوله، وان الناس كتقطع باش تجي تشوفك، وكيخرجوا في الباب باش يشوفوك، فهذا تيعني ان كذلك ان التلفزيون ما تيقومش بالدور ديالو. الان انا نقول لك المشكل الكبير اللي تنعيشوا هو سوء التدبير في التلفزيون. اني كنتكلم على هذا الشيء ما عجبهمش الحال، لانني كنتكلم على حقوق الفنان، حقوق تصور الان الحقوق التاليف، التلفزيون هو الوحيد اللي ما تيخلصش، القهاوي تيخلصوا، القهاوي البيران تيخلصوا، ولكن التلفزيون اللي تياخذ المنتجات ديالنا وتيدوز فيهم الاشهار وكيعاودهم السنه كلها وكيعاود فيهم، ما تيخلصش الحقوق ديال التاليف. الان المديره ديال مكتب حقوق التاليف قالت لك راه ما بقاش عندي باش نعطي للناس، رغم ان في واحد الوقت من تزاد النسخه الخاصه ولا كيجي واحد المبلغ اللي هو، والتلفزيون ما تيخلصش، لا القناه الاولى ولا القناه الثانيه، سنين هذه ما خلصوا. حرام، واش انت كتنتج بفلوس الفنانه واللي ما خدامينش؟ انا مثلا اعمالي كدوز، كيدوزوا وسط من الاشهار وما كناخذش الحقوق ديالي. الان عطيتهم فيلم كيدوز ما تخلصش في الفاتوره ديالي، وكتقول بانك مازال باغي تنتج، يعني شركه عندها مشكل ما قادراش تخلص، علاش غتنتج؟ يعني هذا غلط. واش كاين شي واحد كينتج الحليب وهو ما كيتباعش وكيبقى ينتج؟ راه ما يمكنش. يعني كاين هناك سوء تسيير، وهذا سوء تسيير ملي كنهضر عليه انا ما تيعجبهمش الحال. انا نوريكم الان دي ميساج مصيفطهم للمدير ديال التلفزيون ديال التلفزيون، ها هو السي سليم الشيخ، كنقول لي رانا بغيت نتخلص، ناخذ رزقي فلوسي انا دابا، ما تي تنسعى ولا تنطلبكم، انا بغيت نتخلص، فاتوره عندكم خلصوها لي، اكثر من 8 شهور باقا ما تخلصش. كيفاش غيعيش هذا الفنان كيصوب فيلم كيتقام عليه بزباله الفلوس، كيدخلوا للسينما كيتبيراطا الفيلم، كيولي كيتباع في السوق السوداء، كيمشي كيولي في اليوتيوب، من بعد كيمشي للتلفزيون، التلفزيون ما كيخلصكش، الفيلم كيطلع وانا غير مدعم، يعني ما كدعمنيش لا سي سي ام ولا والو، يعني كنعتمد على المداخل ديال الجمهور ديالي ديال المغاربه هما اللي تيعاونوا سعيد نصيري كيتفرجوا في العمل ديالو، فكيفاش بغيتينا نخدموا؟ والان انا كنغوت على مبلغ بسيط جدا ولحد الان ما كيجاوبش. ها هو انا نوريك، ها هو مصيفط له، نوريه لك تشوفوا، يعني نوريو المغاربه كلهم يشوفوه. هذا مدير، هذا لا يجيب، ماشي مدير، هذا ما كيديرش خدمته، ماشي واش هي سليم الشيخ، ربما تبان لك هنا، ها انت اش كاتب له، انت كتبت ليه ما كاينش الجواب ديالو، كتبت ليه المساج الاول والثاني والثالث، ها هو قلت له راه حشومه هذا الشيء، راك انت ما كيجاوبش. اذا واش كاين، كيفاش بغيتي هذا المسؤول اللي ما كيجاوبش وانت كتخلص بفلوسي انا؟ يعني البلاد الوحيده اللي الموظف كيخلصوا للمواطن باش يتكرفس عليه هي هذه، يعني والمشكله ماشي غير حقوقي انا، حقوق التاليف ديال الفنانه كلهم ما تياخذوا، حرام، عيب بحال باغيين يقتلوا هذا الميدان، بغاو يقتلوا الفنان، بغاو يقتلوا، وواحدين اخرين كيستافدوا اليوم سماسره، وهذا ما غير معقول. هذه اشياء كلها كتلعب على الانتاج، كتلعب على مستوى الانتاج في المغرب، على مستوى الاعمال التلفزيونيه والسينمائيه، كتخليهم يكونوا ضعاف وما غاديش في مستوى مزيان. سي سعيد باش ما نطولش عليك، شنو هما راه ماشي ما خصكش نلومو الفنان، راه تسير. انا مثلا واحد العمل غادي ندير مثلا 14 مسلسل كيدار مع خمسه المسلسلات، كتلقى ممثل خدام خمسه المسلسلات وممثل اخر مسكين ما خدامش، مربع يديه هذه ربع سنين خمس سنين ما خدامش، لا يعقل. الرئيس المدير العام كتبقى عنده دائما السلطه انه يعيط يقول لهم سمحوا لي هذاك الفنان اللي ما خدامش خصو يخدم. مثلا تصوب واحد المسلسل، انا صوبت له مسلسل، غادي نجيب واحد العينه ديال المغاربه من المثقفين، من ناس عاديين، من ناس كبار، واحد 100 ولا 150 واحد، ونجلسهم في واحد القاعه ونقدم لهم الحلقه الاولى والثانيه والثالثه
المشكل ديال داك العمل ونقول لهم شنو رايكم فيه، وتياخذ هادشي اللي كيديروا في العالم كله الناس المتقدمين اللي تيفهموا في التلفزيون وفي السينما وتيقيدوا واش هادي مزيانه واش هادي ما مزياناش وكيتقيم داك هذا عاد كيدوز في التلفزيون. انا تنقول لك فيلم عاطينو كيدوز في التلفزيون هو باقي ما تمونطاش، يعني باقي ما ولا ما تكتبش له السيناريو وتعطاتهم الحق انهم يصوروا، هذا خطير جدا هذه المساله. يعني بزاف الخروقات كاين بزاف الحوايج، فكيفاش بغيتي هذا العمل يكون مزيان؟ راه الجمهور اللي تيحكم هذوك راه فلوس الشعب، فلوس الشعب هذاك حقهم، راك انت تاخذ فلوس الشعب. دابا الان تنتجوا فلوس ديال الفنان او فلوس الشعب والفنان ما تياخذش، هذه كلها مشاكل اللي كتخلي الاعمال ناقصه وماشي في المستوى. اما الفنان راه ما عليه والو، الفنان مسكين كيجتهد وكيحاول يعطي، والفنان ديما تيبغي يكون مزيان عند الجمهور، فما كاينش شي حاجه اللي تخليه يكون خايب. الله يبارك فيكم اسيدي. رمضان الكريم شو تبغي تقول للجمهور ديالك؟ اقول للمغاربه كلهم رمضان مبارك سعيد، واهنئ المغاربه كلهم واقدم تحياتي ورمضان كريم لصاحب الجلاله، الله ينصروا ملكنا. يا ريت اننا نمشيو على الخطى ديال صاحب الجلاله كاملين وتشوف فين غادي نوصلوا، البلاد غادي تمشي بعيد. يا ريت ان المسؤولين يمشيو على خطى صاحب الجلاله ويمشيو على التوصيات ديالو والخطابات اللي تيقول، واننا غادي نمشيو بعيد. فكنتمنى في هذا رمضان ان ربي يهديهم ويتبعوا هذا الكلام ونشوف هذا الطريق ونكونوا ويخموا لخوتنا لبعضياتنا، راه ما عندنا غير بعضياتنا اللي تنقول. فرمضان كريم ان شاء الله بالصحه والرخاء وبالعافيه وبالمحبه والتضامن والاخاء، هذا الشيء اللي كنتمنى للمغاربه كلهم ان شاء الله.